بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن والاه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي تلاميذي الأعزاء في فيديو جديد، دائما مع مادة الجغرافيا تلاميذ السنة الثالثة متوسط دروس الفصل الثالث. نبدأ على بركة الله. بسم الله. الوضعية التعليمية، إيجابيات وسلبيات التصنيع في أوروبا. إيجابيات وسلبيات التصنيع في أوروبا. الوضعية المشكلة، ورد في تعليق إحدى الصحف بأن أوروبا مهد للثورة الصناعية ومركزا لظاهرة التلوث الصناعي في نفس الوقت. الوضعية المشكلة، ورد في تعليق إحدى الصحف بأن أوروبا مهد الثورة الصناعية ومركزا لظاهرة التلوث الصناعي في نفس الوقت. أن السند صفحة 93 إلى صفحة 102 من الكتاب المدرسي. التعليمات، حدد إيجابيات الثورة الصناعية في أوروبا. حدد إيجابيات الثورة الصناعية في أوروبا. أذكر مخاطر وسلبيات هذه الثورة على قارة أوروبا. التعليمات، حدد إيجابيات الثورة الصناعية في أوروبا. أذكر مخاطر وسلبيات هذه الثورة على قارة أوروبا. المنتوج، التصنيع في أوروبا. التصنيع في أوروبا، أوروبا القارة الأولى في التصنيع الذي له عدة إيجابيات وسلبيات. تعتبر أوروبا ولا تعد أوروبا القارة الأولى في التصنيع الذي له عدة إيجابيات وسلبيات. السلبيات التصنيع في أوروبا، سلبيات التصنيع في أوروبا، استنزاف الثروات المعدنية والطاقوية، اشتداد التنافس بين الدول، دول العالم، التدهور البيئي، التلوث الذي يهدد حياة كل الكائنات الحية، استغلال اليد العاملة في الأشغال الشاقة خاصة في المناجم، والحركة الاستعمارية للدول التي تمتلك الثروات الأولية كما حدث في الجزائر مع فرنسا. أعيد، سلبيات التصنيع في أوروبا، استنزاف الثروات المعدنية والطاقوية، اشتداد التنافس بين الدول، دول العالم، التدهور البيئي أو التلوث الذي يهدد حياة كل الكائنات الحية، استغلال اليد العاملة في الأشغال الشاقة خاصة في المناجم، والحركة الاستعمارية للدول التي تمتلك الثروات الأولية كما حدث للجزائر مع فرنسا. ثانيا، إيجابيات التصنيع في أوروبا. إيجابيات التصنيع في أوروبا، تنوع المنتوجات الصناعية. تنوع المنتوجات الصناعية، إنجاز مشاريع استثمارية في الدول الأخرى. إنجاز مشاريع استثمارية في الدول الأخرى. القضاء على البطالة، تنشيط حركة الموانئ والمطارات. القضاء على البطالة، تنشيط حركة الموانئ والمطارات. ارتفاع الدخل الفردي والدخل القومي بالنسبة للدولة. ارتفاع الدخل الفردي والدخل القومي بالنسبة للدولة. أن خطورة التلوث ظاهرة مرتبطة بالتصنيع. خطورة التلوث ظاهرة مرتبطة بالتصنيع. مجموعة الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم أعضاؤها، وهي مجموعة الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم أعضاؤها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا، فرنسا وكندا. يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية 56% من اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية، لتحتل 7 مراكز من أصل 8 مراكز الأكثر إنفاقا على السلاح وتقريبا كل الأسلحة النووية العالمية. نعيد، خطورة التلوث ظاهرة مرتبطة بالتصنيع. مجموعة الثمانية تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم أعضاؤها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية. اسمها هذه الدول أكثر ولا الدول الصناعية الكبرى في العالم؟ عندنا الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، روسيا الاتحادية، إيطاليا، المملكة المتحدة بريطانيا، فرنسا وكندا. نحسبهم، 1 2 3 4 5 6 7 8. يمثل مجموع اقتصاد هذه الدول الثمانية، اسمها مجموع اقتصاد هذه الدول، يمثل 56% من اقتصاد العالم وأغلبية القوة العسكرية، لتحتل 7 مراكز من أصل 8 من أصل 8 مراكز الأكثر إنفاقا على السلاح. اسمها الدول أكثر إنفاقا على السلاح وتقريبا كل الأسلحة النووية العالمية.
هذا هو الفيديو تاع اليوم، شفنا فيه الايجابيات وسلبيات التصنيع في قارة اوروبا، عرفنا باللي للتصنيع كغيره من المظاهر اللي عرفتها اللي يعرفها العالم عنده ايجابيات وعنده سلبيات. نعاودوا التصنيع في اوروبا، ايجابيات وسلبيات التصنيع. اوروبا القارة الاولى في التصنيع الذي له عدة ايجابيات وسلبيات. نعاودوا السلبيات والايجابيات في عجالة. عندنا الايجابي السلبيات التصنيع في اوروبا. سلبيات التصنيع في اوروبا: استنزاف الثروات المعدنية والطاقوية، اشتداد التنافس بين الدول الاوروبية او الدول العالم، التدهور البيئي، التلوث الذي يهدد حياة كل الكائنات الحية، استغلال اليد العاملة في الأشغال الشاقة خصوصا في المناجم، الحركة الاستعمارية للدول التي تمتلك الثروات الأولية كما حدث للجزائر مع فرنسا. إيجابيات التصنيع في أوروبا: تنوع المنتوجات الصناعية، إنجاز مشاريع استثمارية في الدول الأخرى، والقضاء على البطالة، تنشيط حركة الموانئ والمطارات، وارتفاع الدخل الفردي والدخل القومي بالنسبة للدول. بهذا القدر هذا نكون أنهينا الفيديو تاع اليوم. هو الوضعية الثانية ولا الوضعية التعليمية الثانية لمادة الجغرافيا سنة ثالثة متوسط، إيجابيات وسلبيات التصنيع في أوروبا. نتمنى إن شاء الله نكون فدتكم. تلقوا في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.